السلام عليكم اخوان العزيز ونكسب جديد اكسل معاكم فيديو جديد من باتل فيلد جيم بلاي ف بس جيم بلاي بس هذا الماب موجود كثير انا قاعد العب حرامي تيم ديث ماتش مو انت اللي اخترت يجيك عشوائي احنا شي فيها حركة الابواب وهذا الباب صغير مش معقد got that one Throwing a grenade! This job went all kinds of fucking wrong! Fuck this guy, kid! Fuck his head! This is gonna mind this position. Hello, sniper. See if my friends have it. طبعا انا مو شرط ان اللعب مو عجبتني يعني ممكن انزل فيديوهات جيم بلايات عنها كومنتري انا اكتشفت اللعبة جديدة فخسارة كذا اتركها يعني لازم الفل فانا الفل اسوي لهم فيديوهات كذا ف كمان شيت على هذا المايك اذا كان كويس لا يعني هذا مايك البلاي ستيشن فان شاء الله ما يطلع صوت تشويش شدوني كنت جوا اتخبي شوف شوف فين ولا كيف طلع هنا صح هذا اللي قال في اللعبة معقدة شو اتوقع انا عشان متعود على صوت صوت اروح فيها خلينا نذبح من جوا احسن مشكلة كيف يقعد يفرجك شو اسوي يعني اتفرج عليه وهو كذا يلعب شو استفيد يعني اشي اتكلم ممكن اقول لكم اشياء السالفة اللي جاية ذكروا والله سحبت على القناة فان شاء الله ارجع قوي عارفين صيف وكذا ف نلعب مع اخوياي كذا ف ما ابغى اسحب عليهم بعدين يقول لك واو مدرين سحبة يا مدرين اقول له عد الفيديوهات ما ادري ان شاء الله اقول لهم نشوف شي يصير عاد خير عارف اخوياك ما تقدر تسحب عليهم اخويا الزمن في جاتكم سلسلة زي ما قلت لكم ذكروا ما نزلت اول حلقة ليش ياخد ما نزلت اول حلقة لاني سحبت بس حطيت الحلقة على اليو اس بي اهم حاجة حطيت اول ثلاثة حلقات اول ثلاثة حلقات حطيتها على اليو اس بي ان شاء الله اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احط اليو اس بي في اللابتوب اليوم وارفع على طول على اليوتيوب ارفع ثلاث فيديوهات مع بعض اخليهم ارفع خلي الاول يوصل ممكن كذا 10% بعدين احط
الثاني يوصل 10% بعدين احط الثالث كذا عشان يجي ورا بعض ما يجي حلقة ثانية بعدين حلقة الأولى. ان شاء الله الفيديوهات اللي ما اعدلها احلى حاجة، اذا كانت كويسة كذا ما تحتاج تعديل الانترو هذاك حق البلايستيشن اللي ما له داعي، ما اتوقع من جد له داعي، ابغى ارفع من البلايستيشن احسن، بدل ما اقعد اعدل في الشير فاكتوري واسوي الريندر بعدين ارفع، ليه؟ وبعد الفيديوهات الحين يصير النت قرا وما يرضى يرفع. فأقول ما أحط على أحط على اليو اس بي وأرفع من اللابتوب، هذه المشكلة. إيش هذا كله ما انتهى الجيم؟ ما ذبحنا ولا كم؟ صراحة والله إني نوب في اللعبة يعني، أني عارف. جايب هم العين. تعال تعال تعال. إيه تعال. لا ما يموت من ضربة واحدة، هذه الطعنة ما ادري ايش هي، عصاية ما ادري ايش هي. لا نتفني. ما اسحب على القناة، دائما اقول بنزل واسحب، هذه المشكلة. ان شاء الله ان شاء الله تنزل اكثر من 3 فيديوهات، لازم اعوضكم اسوي 7 فيديوهات في اقل من اسبوع، احاول اسوي 3 فيديوهات في اليوم عشان اعوضكم على اسابيع وكذا اسبوع اللي راحوا وما نزلت فيهم حاجة. ان شاء الله احاول اعوضكم عليه، انزل في اليوم 3 فيديوهات فيديوهين عادي، اسحب على اصحابي اقول لهم انا ساحب ترى على القناة اوكي. تكود من اول ما نزلت حتى كود هينزل ان شاء الله قال 11 ايه سف برسيج عشان كذا ممكن يطلع قبلي ابو كلب لان راحت كل الاتاتشمنت اللي عندي فعشان برستيج فاجيب العيد. ان شاء الله اسوي لكم ايام سيرش وشطحات مع قريبي يعني اذا قال عادي يصور معاه، بس ان شاء الله يعني مشكلة البلايستيشن ما يطلع الصوت، اذا طلع صوت يطلع واط، هذا اللي قال في البلايستيشن، ليش طيب؟ حرام عليكم، لازم قطعة، وانا ماني مجمع القطعة الحين، انا الحين ابي اشتري سيزون باس حق بلاك اوبس 3، وبعدين ابي اطفي فاجمع زيادة عشان اجمع ممكن بعد ما اخلص تجميع يكون انتهى البلس حقي فاشتري بلس بعدين امسك الصفر يا حبيبي اروح فيها فاقعد اجمع مرة ثانية شغلة كل ما اجي اجمع يطلع شي حاجة جديدة تلاقي بعد ما اشتري السيزون باس يطلع سلاح ان شاء الله تكون الاسلحة وهذه الاشياء الزايدة تكون تجي مع السيزون باس يصير ما احتاج خلاص بس سيزون باس ما يطلع لي شيء جديد ان شاء الله نحاول ان شاء الله من العيد ان شاء الله نجمع فلوس
واشتري، ممكن ما اشتري سيزون باس على طول عادي اتاخر عنه، بس اشتري قطعه. والله انا بشتري لقاته من زمان، بس اشتري شيء ثاني، مره اشتري بلاس، مره اشتري دولارات، مره مره مره، فهذه مشكله. ان شاء الله ان شاء الله في العيد اشتري قطعه واسوي لها انبوكسنج. بس كان معك عزيز اكس عزيز اكسل، السلام عليكم. Station.